رفعت اللحمة عن السنة اللي فاتت 20 جنيه من صوف الكيلو، فهذا أدى لوقف الحال خالص في الدنيا. ديك شايف النظام والدنيا البائمة الأرضية والأكل وشرب ومصاريف والدنيا خربانة خالص. الناس مش بتقل، الناس هي بس اللي بيشتري أكل بيشتركوا فيه 2 و3 دلوقتي، مفيش حد مش بيضحي. اللي هيضحي ما يضحي يجيب ايه؟ يشترك يجيب قريب، لو كان هيجيب عجل يجيب ضان يجيب أي حاجة، ما عادش مش بيضحي. دي عادة ما بيقطعهاش ولا بيع ولا شراء زي ما أنت شايف. بتاع الناس اللي قاعدين قبلهم بنوكل كل يوم بلف جنيه علف، والفلاح ما راح يمشي الراجل التاجر اما يجيب فقده ما هو يحط الاسعار ب 58 جنيه و 57 جنيه و 59 جنيه. والسنه اللي فاتت كان ب 38 و 35. صل على النبي. كلمه بقى والله ما حطها الاوروبا عليا الطلاق، ما هدفع اكتر من كده. يلا نتفق فيه كده كده. حلو المربي غصب عنه بيجيب العجل الصغير غالي والعلف غالي، مفيش حاجه جايه مرتاحه. يعني هي جايه من فوق اساسا، الغلا ده جاي من فوق. الفلاح اللي بيربي غصب عنه، واحنا كتجار غصب عننا، وجزار الدكان اللي بيبيع ب 150 غصب عنه بياخد غالي، فلازم يبيع غالي. يعني 600 كيلو مثلا يعمل له حسب 36، 60 في 60 ب 36. كان هو بياخده بكام؟ هو في الاول كان بياخده ب 60 في 40 ب 24000، كان بياخده 600 كيلو في 60 ب 24000، النهارده هياخده ب 36000، يعني زاد معاه 12000 جنيه.